تسمحوا لي شوي. في شي مشاكل؟ هدول اختاروا رئيس الدولة المزعومة اللي عم يأسسوها، والوضع عم يسوء، لازم نطلع. راح نحلها أكيد. حضرة النائب، معقول اللي عملتيه؟ هذا البلد بلد قانون وفي قضاء، هالشي مو أنا اللي بقرره. معلمي ما له علاقة بنوب، القاضي هو اللي بيقرر، لا أنا ولا أنت. خلص كوبوك، ما تكبرها، حضرة النائب عم تطبق القانون. قديش بدها وقت السيارة لتجهز؟ شوي ورح تكون هون. اوعكم تخجلوني، إذا رجعتوا بدون ما تنهولي قصة يافوز اليوم رح خلص عليكم، لهيك انتبهوا كتير منيح. يلا لكان كل واحد على شغله، يلا. بدي إسعاف بسرعة، هجوم على سيارة الشرطة، بسرعة جيبوا الإسعاف يلا. حاضر سيد، كل الدوريات انتباه، معلومات عن هجوم على سيارة الشرطة بمخرج روزغار ليديري. كرر مرة تانية، معلومات عن هجوم على سيارة الشرطة بمخرج روزغار ليديري. عمليات علم، نحن قريبين من المكان، رح نتوجه فورا للمنطقة. فورا، تحرك فورا ابني. الله يخليك لا تقتلني. طلع شو عملته هلا، انت ما بتستحق تضلك عايش. روق
روق، بعرف معلومات مهمة بتهمك كتير. راح أحكي كل شيء، بس بترجاك خليني عايش. قول. ليندا رح تعمل اجتماع سري، بعرف مع مين ووين اجتماعهم. ومشان شو هالاجتماع؟ ما بعرف مشان شو، بس رح تلتقي مع زلمة اسمه المضر. أنا كنت رح أكون بالاجتماع، كنت رح أأمن لهم المكان، وبعتونا بآخر لحظة حتى نقتلك. وين رح يكون الاجتماع؟ بالفيلا. الفيلا تبع الست ليندا بناملي ديري. ما رح تقتلني، ما هيك؟ ما حدا بيعطيك هيك معلومات. داريا، يافوز راح. راح يروح على المحكمة المناوبة. حضرة النائب، جانا إعلان عن وضع مهم. شو الموضوع؟ يافوز كراسو هرب. كيف؟ شو يعني هرب؟ وين هرب؟ صار هجوم على سيارة الشرطة، وللأسف في قتلى وجرحى. لا عن جد هيك كتير. بعتوا كافة الوحدات، لازم تدوروا على يافوز بكل البلد، على الحدود، بالمطارات، كل نقاط العبور، حتى بكل أنحاء العالم. اعتقلوا إذا قاومكن. داريا، يافوز مستحيل يكون هرب، الواضح إنه في مشكلة صايرة. يافوز مصيبة كبيرة إيلام، شو اللي عم يحاول يعمله؟ ما عم أفهم عليه. يلا معلم، رد على التليفون بسرعة. معلم بسرعة. انتي متأكدة؟ هلا بصراحة ما فهمت شي، بس كانت عم تصرخ وفي حدا فات لعندها، متأكدة من هذا الشي. طيب حكيتي مع الشرطة؟ ايه خبرتهم. ان شاء الله ما يكون صاير لشي مو منيح. طيب فوتوا لنشوف شو بدنا نعمل. تعالي. ما في أي خبر عن يافوز كراسو؟ معقول ما لقيتوا له أثر؟ وين اختفى هالرجال؟ طيب إذا صار أي شيء جديد خبروني. داريا خلص اهدي. أنا يافوز، روقي شوي، اهدي. رح أسحب إيدي رجاء لا طلعي صوت، ماشي؟ خلص هاد أنا اهدي. يلا اطلع لبرا. داريا صدقيني أنا ما هربت، نحن تهاجمنا بكمين. وليش حتى صدقك؟ داريا، داريا، داريا لو سمحتي افتحي. داريا، داريا يلا افتحي لو سمحتي. كان بدهم يقتلوني لهيك عملوا الكمين، وأنا اجيت لعندك ما ضل لي حدا. وأنا شو بدي يخليني صدقك؟ ليش بعد كل شيء كذبتوا علي لصدقك؟ استشهد كتير من عناصر الشرطة، برأيك معقول أعمل هيك تصرف؟ داري أنا محتاجك كتير صدقيني، ما ضل عندي محل روح عليه. افتحي الباب، تعرفي مستحيل يزيكي. افتحي، أنا يافوز حبيبي، افتحي يلا. أنا رح أطلع من هون، بس بحذرك ما تقرب مني. ليش كل هاد يا داريا؟ مين لازم يسأل هالسؤال؟ أنا كم مرة وثقت فيك يا فوز؟ تمام، تعي نتفاهم. خلص ما رح ألمسك،
تعالي خلينا نحكي بس. أنا بعرف إنه الموضوع صار كتير معقد، بس أنتي لازم توثقي فيني. أنا مستحيل أعمل شي لحتى يأذيكي. عم يدوروا عليك هلأ يا فوز، وأنت بكل جرأة جاي لعندي وعم تقلي وثقي فيني؟ لأني بوثق فيكي. يا ريت لو بقدر أوثق فيك لسا. لازم توثقي فيني. السبب؟ لأنه نحن منحب بعض. اوعك تحكي عن الحب لأني ما رح صدقك بنو. خدي خدي اتصلي، اتصلي وقولي لهم إني هون، ما رح قاوم أبدا. يلا خدي. كل شي رح يتصلح داريا، وبوعدك إنه رح تخلصي مني. لهالدرجة يا فوز؟ أنت مفكر إنه همي الوحيد أخلص منك وتروح من هون؟ لك مو شايف قديش أنا بحبك ومغرومة فيك لهلأ؟ بلا شايف، لأني أنا كمان بحبك ومغروم فيكي. وهلأ شو بدك مني؟ بدي أطلب منك آخر طلب. بدي تاخديني على مكان. شو؟ وكمان بدك مني لف وروح معك بالشوارع يا فوز؟ آه؟ يا فوز قلي أنت شو صاير لك؟ آه؟ تعرف شو رح يصير إذا مسكونا بتحب لك؟ رح أنطرد من مهنتي وكمان رح فوت على السجن. معلوم، وبعرف إنك رح تعملي هيك كرمالي. يا فوز ليك اسمعني منيح، الأمور عم تسوق، بتروح على أقرب مخفر وبتسلم حالك فوراً، بترجاك. ما بقدر داريا. لك ليش؟ في مكان لازم روح عليه. معناها قلي وين هالمكان وأنا بروح بحل القصة. ما فيكي، ما بيصير. لك شو الموضوع قلي؟ ما بقدر قلك، لازم توثقي فيني وبس. أنا رح جن يا ناس. لك أنا عن جد رح جن، رح جن على الأخير. شو الامتحان هاد يا ربي؟ ما فيني خليك تروح من هون يا فوز. ألو؟ ما رح سلم حالي داريا، معك أو بدونك رح أطلع وروح من هون. يا فوز، يا فوز واقف، يا فوز يا فوز، أنت بدك تموت شي؟ كتير حابب بس هلأ مستحيل. عم يدوروا عليك بكل مكان، الشرطة والدرك والاستخبارات، رح يمسكوك لما تطلع من هون فورا. يمسكوني، المهم خلص. ما رح بعيد، ما بقدر بعيد. ايه معناها امشي، منروح سوا. يا فوز خليكم. ما ضل معي وقت بعدي. يا فوز. أكيد خافوا لما اتصلت بالرقم وبعتوا دورية لهم. مين؟ نحن من المغفر، اتصلتي بال155 واجينا نتفقدك. لا تواخذوني، اتصلت بالغلط. متأكدة؟ بتحبي نفوت لجوا ونتصرف؟ لا لا شكرا، ما في داعي. أكيد ما في حدا جوا؟ عندي هون؟ قلت لك اتصلت بالغلط، كنت بدي اتصل بغير رقم. طيب حضرة النائبة مثل ما بدك، نحن بالخدمة دائما. أنا بعتذر كتير، شغلتكم فيني. تصبحي على خير.
داريا خديني لمحل ما قلت لك، رح اكتب لك اعتراف كامل بعترف بكل شيء بدك اياه. انا قبلان اقضي حياتي بالسجن لاخر عمري. كيف يعني؟ رح اكتب يلي بدك اياه قبل ما اروح. رح اكتب لك اني مجرم، خليهم يسجنوني. خدي اكتبي، اكتبي شو ما بدك هون وانا رح وقع تحته. يلا يلا. طيب انا بكتب، انا يا فوز أنا فهمت شو لازم أفهم. ما بعرف ليش هيك عم ساوي، بس تمام، رح أعمل مثل ما بدك واللي بده يصير يصير. لآخر مرة وثقي فيني، حتى لو بدي أخسر كل شي كرمال الرجال اللي حبيته. هاد مو ذنبك ابنه، الحق علي أنا. بس تطلع الشمس من روح. ما في له أي أثر، الشرطة والدرك عم يدوروا. ليش ما عم يتواصل معنا؟ بلكي حاول بس ما قدر. كنا وقتها بالتحقيق. ما بتعرف شو بيكون براسه، بجوز يكونوا عم يتنصتوا على الهاتف، أكيد ما عم يتصل حتى يحمينا. وينه هلأ يا ترى؟ أنا والله رح جن. يمكن عم يدور على المضر ليك بيعملها. معقول والله، أصلاً مو غريبة عليه، بتعرفوا للمعلم يافوز بيعملها. معقولة، ما رح يبين لحتى تنحل القصة. الله يكون معه. آمين يا رب. إن شاء الله ما يصير علينا شي. بس معروفك هاد ما رح نسابي حياتي. ليك أنت أكيد ما رح تأذي حدا، ما هيك؟ منشوف. نعم؟ حاضر، لا تاكلي هم. وصلنا للمرحلة الأخيرة بموضوع إعلان الاستقلال. الإعلام الغربي والسياسيين ومؤسسات الفكر ومنظمات المجتمع المدني كلهم عم يدعمونا، يعني مو باقي كتير حتى يتلقى الأتراك كف ما ينسوا بحياتهم. وأخيراً رح نحقق حلمنا الكبير بفضلكم يا مدام. بس طبعاً لازم ما نرتكب أي خطأ بهاي الفترة، يعني بالنهاية قد ما قاوم الأتراك رح ينهزموا بالأخير. هاي الدولة رح تتأسس وبحدود بلادهم تماماً. وأنا رح كون رئيس الدولة بهاي البلد. بس إنه نقدر نحكي بهيك موضوع على الأراضي التركية وبدون خوف شيء كتير عظيم. لا تشغل بالك، انت هون تحت حمايتي هلا، وما حدا بيقدر يأذيك شو ما صار. ايوه، في حاجز قدامنا. المهم لا تتلبكي. على فكره انت اللي لازم تخاف مو انا. انا وانت بنفس السياره، لازم نهدى نحن الاثنين. مرحبا، صباح الخير يا سيدي. صباح الخير حضرة الشرطي، النائبة داريا دومانسيز. يعطيك العافية.
لا تواخذيني حضرة النائبة. استغفر الله. يعطيك العافية. شكرا. تفضلوا فينك تروحي. أخي شفيق خير شبك؟ النائبة هي اللي كانت عم تسوق، بس الزلمة اللي جنبها. ايه شبه الزلمة؟ نفس مواصفات الشخص المطلوب. اتصل بالفرع، بظن انه هو. شو هالحكي؟ ليش ليكون شخص مطلوب مع النائبة بالسيارة؟ والله ما بعرف، امشي خلينا نتأكد.